ودلوقتي ميعاد اخبارنا وهنبداها مع الفنانه مي عز الدين واللي رجعت من تايلاند بعد ما صورت عدد كبير من مشاهد مسلسلها الجديد وعد. والمشاهد اللي تم تصويرها في تايلاند جمعت بين مي عز الدين والفنان احمد صلاح السعدني. مسلسل وعد بيشارك في بطولته الفنان حسن حسني وحازم سمير وحسام داغر وكارمن لبس، وهو من تاليف محمد سليمان عبد المالك ومن اخراج ابراهيم فخر. استأنفت الفنانة زينة تصوير مسلسلها الجديد أزمة نسب، وده بعد ما خدت أجازة لمدة 4 أيام بسبب تغيير الديكور، ومن المقرر أنها تبدأ تصوير المشاهد الجديدة داخل إحدى المستشفيات. أزمة نسب من بطولة زينة ومحمود عبد المغني ووليد فواز وريم البارودي وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج سعيد حامد. طرحت الشركة المنتجة بومو الأول لمسلسل يونس والضفادة للفنان عمرو سعد. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج أحمد شفيق، وهيعرض في شهر رمضان القادم. مسلسل يونس ولد فضة بيشارك في بطولته سوسن بدر وريهام حجاج وهبة مجدي. انتهت الفنانة مشيرة اسماعيل من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل الخنكة واللي هيعرض في رمضان 2016. الخنكة من بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وانتصار وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف محمود دسوقي وإخراج محمد جمعة. رجعت المطربة بوسي من البحرين، وده بعد ما شاركت في أحياء حفل غنائي بمناسبة أعياد الربيع مع المطرب وائل جسار والمطرب محمد السالم. بوسي بتشارك السنة دي في السباق الرمضاني من خلال مسلسلين، وهم راس الغول مع الفنان محمود عبد العزيز وميرفت أمين، ومسلسل أزمة نسب مع زين.